بضحية في الكريزي تاكسي. تعالى 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 يا الغالي، تعالى جنبي، تعالى جنبي. لا انا عايز اقعد، تعالى تعالى انا عايز اقعد. تعالى هنا. لا اله الا الله، ما شاء الله عليك. هذه بنتك؟ ايوه يا سيدي. ما شاء الله عليك. وين ورايح في الدقي؟ انت عارف سينما التحرير؟ سينما التحرير. خلاص نمشي على الجي بي اس. في شارع التحرير ذات نفسه يعني. ما شاء الله عليكم والله العظيم، انتم مصريين مره دمكم عسل، اقسم بالله اعشقكم، اقسم بالله. الله يبارك فيك يا ما شاء الله عليك. ذوقك بس. بنتك هذه قمر، اقسم بالله. شكرا يا اخي، شكرا. اشغل لك اغاني خليجي ولا تبغى تسمع شعر خليجي؟ لا مش عايز ليش ليش انت مالك مقول ليش؟ هذا اليوم جميل والله العظيم، ما شاء الله. الله يبارك. اسمعك حاجه والله في حضره هذا القمر، والله احنا مش عايزين نسمع. يقولون تعالى يا قمر اركب معايا الهمر واديني الواتساب احسن انا قلبي ذاب. ما شاء الله علينا. انت الله يكرمك وصلت. مالك الغالي، انا باصص طريقي والله العظيم. مالك يا حج انت؟ فيك ايش انت؟ خلاص بالراحة، مالك عادي، ان الله جميل ويحب الجمال. يا اخي الجمال هذه قمر، انا اقول لها القمر هذا. يا عمي بص لطريقك، الله يكرمك يا عم. اوعى ايدك والتوب، انت مصري غلبان. اوعى اوعى ايدك، اوعى ايدك والتوب. هتمشي عدل؟ اوكي مش هتمشي عدل، نزلنا على جنب. اقول لك انت، انت اسمع اقسم بالله. طب بص بص قدامك، بص قدامك. ايش هذا؟ بص اقسم بالله العلي العظيم، بص قدامك يا اخي. انا باصص قدامي مصر. انت ليش ليش انت راجل عجوز؟ انت عجوز غيران مني عشان انا شب وسيم. اكيد انت عجوز. انا عجوز. عجوز. والله العظيم عجوز غلبان. اوعى ايدك والتوب، هذا هذا بثمن بيتك والله العظيم. والله انت العود اللي انا حطه والله بثمن، بثمن بيتك يا اخي. انا تيس. ايوه تيس والله العظيم. شوف بص انا سكت. اوعى ايدك بس، انا سكت لك من بدري. يا اشعث يا اخبر يا ادلم، بكرامتك الارض اسكت يا ادلم. انت ادلم، ابعد 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 عني. احترم نفسك. انت اشعث اخبر عبد مصري، عبد مصري، نزلنا في اي حته، عبد مصري اسود، نزلنا في اي حته. انت عبد مصري. بس بس ايه احترم نفسك يا سيدي. اسمع يلا اركن على جنب. اقول لك اقول لك شغله دلوقتي بس ما تقولش. سمعت اللي راح يركن اركن على جنب يا اخي. انت انت جاي منين انت؟ انا جاي من اي يا اخي. ده انت تيس. انا تيس يا غلبان يا ابو رجلي مقشفه. مقشفه يا ابني، ده انت رجلك. بص ابعد عني، وريني رجلك هتلاقي القشف في رجلك. يا ابني ابعد يا غلبان يا مصري يا اشعث. انت اشعث اخضر. انت اركن على اي جنب ونزلها. انت قولين اللي انت عايزاه يا جماعه. انت مالك هي، مالك بيها، مالكش دعوه بيها خالص. زيرو 10 10 زيرو 10 يا بني ادم، يا بني ادم. 10 اوعى يا مصري غلبان. يا بني ادم فلوسي كلها بفلوسي. فلوسك روح، فلوسك مش عندنا. بس والله ما في نزول. انت انت راجل مش محترم. انت قمر اقسم. القمر ده عندك بس يا اخي. عيب يا اخي، يا اخي القمر عندك. 10 يا اخي، هديك هديك في عينيك يا اخي. عيب والله العظيم. احترم نفسك، احترم نفسك، احترم. اوعى يا اشعث يا اخبر. بهلول اوعى يا ولد. تعال يا بهلول قول بوس ايد ابو عدنان. ابو عدنان مين احسن انسان؟ ابو عدنان احسن فنان. ابو عدنان ولا وسط عصام ولا ايه؟ هذه البنت. اوعى تعال تعال يا ولد. اقسم بالله، اقسم بالله العظيم. تعال يا بهلول. بنهزر بنهزر. مقلب 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 مقلب. روق 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 روق. ايه رايحك نزاعها ولا ما نزاعهاش؟ حبيبي ربنا ما يحرمك. اتفضل نورتني. فين في مصر الجديده؟ سبع مرات. سبع مرات. سبع مرات. جميله اخيبته. جميله جميله ايه؟ اخيب ايجيبت. مصر مصر جميله جدا يعني، هي حاجه روعه قوي. طبعا بلدنا جميله دي. اكسكيوز مي ارد. الو ايه يا روشيل؟ انا يا حبيبتي شغال. اله الا الله. انت عارفه يا روشيل موضوع هنا مختلف عندكم في مصر.
انا كنت شغال طلع بيب نويبع، كانت الدنيا زي الفل، كنت بقفش اكتر من 1200 شيكل في 3 ساعات. انا بقالي 5 ساعات لسه راكب معايا زبون دلوقتي. يلا باي بو بو. معلش اسف على الازعاج. هيضايقك لو هعدي بس على حماية اخده معانا؟ في مشكلة؟ فين؟ حماية بس هعدي اخده معانا. في طريقنا؟ اه. مستعجل؟ لا لا في طريقنا، في طريقنا مش هعطل حضرتك. مش لمخاء ان اختوري مختيف الا قاتل مخاي. مشيت تليفون جاتا؟ بلغن جاتا تليفونيتك على ابوه. شبه اب 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 عمك عيشك. انت عارف انت شبه. نعم. لحظة هو انتوا منين؟ احنا من تل ابيب. تل ابيب ايوه. والهرم بتاعنا ومصر بتاعتنا. ايوه ايوه. ايه عندك شك في الكلام اللي انا بقوله ده؟ عند امك الكلام ده طبعا. بالراحة بس، انت ليه منفعل علينا كده؟ انت ده ضعف منك. مصري ضعيف. ضعف مني؟ مصري ضعيف. معلش معلش. على فكرة انا بكلمك وانا في قلب بلدك ومش قلقان. بالظبط. اديك قلت في قلبي ايه؟ في قلب بلدك. ايوه في قلب بلدي انا. بص يا حبيبي، دور على اصلك هتلاقي نفسك بالاصل من حبيبي. على الاقل انا عارف عندي اصل، واصلي مصري اصيل. انتوا اللي ما عندكوش اصل. لو دورت على نفسك في التلة هتلاقي نفسك ابيب. ابيب ابيب بيب. ابيب ايه؟ انت اهلي بيب بيب زمالك مصري. ضايع. لا لا حبيبي انا مش ضايع، انا افهم ان احنا عندنا اهلي، عندنا زمالك، عندنا كل حاجه. مصر بتاعتنا، سينا بتاعتنا. لا وحياة امك. غلط. اقول لك ايه اللي بتاعكم؟ ما تزعلش مني. يا ريت. بلاش. بلاش ليه حبيبي؟ والله بلاش. اقول لك ايه اللي بتاعكم؟ ما تزعلوا مني. ضعف منك. بس انا هقول لك على حاجه، انت لو دورت في الاصل هتلاقي نفسك، لان انت نسخه نسخه اكزاكتلي من حنان يا ابن عمي. حنان يا ابن عم. لحظة واحدة. تخيل بقى ان انت نسخة نسخة من حنان اللي كان في بيت الدعارة اللي جنبينا. وماله يا حبيبي؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة ايه؟ حنان ابعت لي صورة على الواتساب عشان اوري الراكب اللي معايا صورتك ويعرفوا ان انت شبه. حبيبي يلا بقى. الو. الو ايه يا حاتم، انت فين؟ حاتم بيكلم حاتم. بقول لك ايه؟ اللي هو عندنا. طيب بص. من القصر اسمه خاتم. تعالى لي. ما تهدى بقى على حالك. اهدى على حالك. اهدى على حالك. هتتروق دلوقتي. عينيا يا بابا. طيب هبعت لك ام لوكيشن دلوقتي. آه. تيجي لي عليه عشان في اتنين عايزين يدفنوا هنا. يدفنوا؟ اه. يلا حبيبي انت مش فاهم حاجه. يلا انت لازم تشغل دماغك. اشغل دماغي؟ آه. ده انا مش هشغل دماغي، ده انا هشغل ايدي عليكم انتوا اصلا. ده مش كويس حبيبي، ده مش كويس. اه انت ضايع خالص. انا مش ضايع. في البلاله. انا مش ضايع. طب بص قدامك يا بابا، بص قدامك. آه. ويا ريت تركن لنا عند اي مكان هنا عشان اروقكم النهارده. حبيبي انت دلوقتي في مملكتي. على ارضي. على ايه؟ على ايه؟ ارضي. ارضي. ده انا على لك. انت بتتكلم بس زي ما بيقولوا المصريين. لا انا ما بتكلمش وبس. آه. انا بتكلم وبفعل. بفعل. اه بفعل. استنى بس هتعدل لك كده عشان ليله اهلك زرقاء معايا شكلها انت والراجل ابو برنيطه ده. آه. يا عرري يا بلد خرجت يا بلد كلها وكلها من في بعض. انا هثبت لك حاجه يا حبيبي. ايدك جنبك. انتوا حراميه من زمان قوي. حراميه يا بلد. بلد ايه حبيبي؟ اهرامات بتاعتنا احنا اللي بنيناها. الاهرامات دي بتاعت امك. الاهرامات دي بتاعتنا احنا. ايد امك دي عنها. حبيبي ما تعليش صوتك لان ده ضعف منك. ضعف مني انا؟ طبعا. اه احنا اللي يا راجل انتوا حتى احنا الاغاني اللي بنضرب وبنجري. اغانينا سرقتوها زمان. اغاني سرقتوا. اه اغاني ايه؟ اغاني ام كلثوم. اه ودارت الايام دي كانت ومش لخاره الايام. مش ايه؟ مش لخار. لا ما بتتقالش كده. مش 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 الايام. يا حبيبي ده مين دي؟ ام امك اللي قالت الاغنيه دي؟ انت ما تعرفش. بس اهدى. انت ما تعرفش ام كلثوم؟ ايدك جنبك. انت ما تعرفش جنبك. انت تعرف؟ اقول لك اغنيه جديده محمد رمضان بيقول نمبر 1 دي عندنا منخر 1. منخر 1. طب ما عندكوش 1 1 1 انتوا كلكم 1 اصلا. طيب انت ضعف ضعف. انتوا كلكم مصري جع جع. انزل بس يلا. انزل يلا. مش نزول. انت انزل يلا. على اراضي. بقول لك انزل. انت تنزل من هنا بتأشيرة مني. انزل تأشيرة مني يا بلد. انزل يا ب على جنب. يا بلعان. اركن. لا هوب.
هوب دي يمين هوب يمين ولا ولد ولد فينك جنبك ولد ماسك فينك جنبك فينك جنبك اركن لي اركن لك اركن لي اوعى ايدك اركن لي عشان خاطر ما اكسرلكش وش اللي جنبك ده اركن لي بقول لك وش اللي جنبي اركن لي خلاص خلاص يمين يمين احنا بنهزر معاك والله احنا بنهزر معاك بنهزر معاك ايه بنهزر معاك ده انت هتشوف لما ننزل ده مقلب والله ده مقلب انزل لي بس ده مقلب افتح الباب مزيع ولا منزعش مزيع اتوكلوا على الله مزيع. اعزائي المشاهدين واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كريزي تاكسي والنهارده هي حلقه الانف اللي هو بيبدا يستفز الضحيه اعلى درجات الاستفزاز وهنشوف مع بعض وبنلف في شوارع القاهره وبندور على الضحيه وادي اول ضحيه ايوه بوقفك دلوقتي مش متاخر عليك اتفضل الجدر صباح ايوه اتفضل لا لا مفيش 10 دقايق 10 دقايق نكون عندكم ان شاء الله مع السلامه مع السلامه اهلا بيكم يا جماعه معانا في تاكسي العاصمه او الارستقراطيك تاكسي اهلا بيكم نورتوني وشرفتوني ربنا يخليك طبعا اكيد من الغريب عليكم ان انتوا تركبوا مع سواق تحسوا ان انتوا راكبين مع دكتور وحضرتك هتطلع من جامعة الدول ولا انا محتاج اكمل مع حضرتك الحوار كان بس اللي حضرتك لازم تفهمه كويس قوي ان احنا يا فندم عندنا بروجرام عاملاه الشركه لاي راكب معانا لان احنا بننتقي عملائنا وكيفيه انتقاء العملاء دي بتقوم على الاتي اولا حضرتك بيطلب منك عده تحاليل بتعملها معايا يعني مثلا زي تحليل ايه يا فندم تحليل مثلا البول حضرتك بتحلل البول هنا وامسك من فضلك حضرتك امسك دي امسك من فضلك انا هبص الناحيه الثانيه وحضرتك هتتبول يا فندم احنا مش بنهزر احنا شغلنا شغل على ميه بيضاء يا فندم حضرتك تتبول في التاكسي وتتبرز كمان لا التاكسي ده ولا مستشفى طب يا فندم بالنسبه لنا دي اول مرحله عندنا لو حضرتك مش هتعدي المرحله الاولى بنجاح حضرتك مش بتنزل من التاكسي وعندنا في مرحله ثانيه لما بتعدي الليفل الاولاني هو ان انت تجتاز اختبار البول والبراز بتخش على مرحله تحليل الدم وتحليل الفيروسات فيروس اي وبي وسي ودي واي واتش وجي طبعا تسالني اقول لك ان تحليل الليبيني ده الليبيني ده مرض جديد وفيروس جديد لسه نازل وبينسبوا اسم الليبيني دي لان هو اول واحد تم اكتشاف المرض عنده ده كان في الليبيني في الهرم هو ده تاكسي حضرتك تاكسي ولا مستشفى ولا لا يا فندم تاكسي العاصمه لا يا فندم كل دي اوفرز احنا بنعملها لحضرتك حضرتك دي كلها اوفرز احنا بنعملها لحضرتك انت بتتكلم كده ولا بتهزر؟ بتهزر هو ده اللي هيرتقي بالمجتمع هو ده اللي هينهض بالمجتمع يا جماعه شكلك مجتمع ايه وينهض ايه حضرتك بتتكلم صدقوني حضراتكم حضرتك على المستشفى دي ولا ايه على فكره ان احنا عندنا مراحل احنا عندنا مراحل ومعانا زي ما حضراتكم شايفين يا استاذي هو ده تاكسي ولا زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا الاستاذ شايفين ايه يا باشا انت بتتكلم من فضلك يا فندم ده الاستاذ فرج الممرض حضرتك بنبقى معاك من فضل حضرتك يا فندم احنا بنبقى مع حضرتك لحد يا باشا انا راكب تاكسي تسمعوني من فضلكم تسمعوني حضرتك بتفضل معايا في البدايه انا ببقى مع حضرتك ديمقراطي لحد حد ممحي. انا لحد دلوقتي مع حضرتك ديمقراطي لا نزلني انا ديمقراطي على جنب انا بوصل لحد بعد شويه ببقى مع حضرتك ديكتاتور احنا اهم حاجه عندنا هتفطر في العربيه أه لو سمحت يا فندم اهم حاجه عندنا ارضاء العميل شرب الجنزبيل شد الفتيل شد الفتيل ايه جنزبيل ايه يا عم شد الفتيل يا استاذي لو سمحت انت انا هضطر اكون مع حضرتك ديكتاتور عشان خاطر مصلحتك وعشان خاطر صحتك فرج ايوه بيستك عليه فرج بيستك عليه ايه وبتاع يا عم لو سمحت بيستك عليه مش هشك عليه لو سمحت فرج ايه يا عم انت ايه شغل الجنان ده لمسه اكتاف لمسه اكتاف انا مش مستشفى انا في تاكسي لمسه اكتاف فرج لمسه اكتاف لمسه اكتاف ايه ده المجانين دول ولا ايه يا عم انت اوعى تلمس ما تلمس ما تركب في جنب اشرفوش مفيش ركنه يا عم ما تخافش خد عليك انا احنا اجرى بيك من مصلحتك تسمع انت عن فيروس حدائق الاهرام حدائق الاهرام ايه وعلي ايه انت اللي بتقوله ده حاجه اسمها كده ايوه طبعا فيروسات جديده انت بتعمل انت بتعمل انت ايه فيروسات جديده انت تعرف ايه تعرف يا فندم يا فندم فيروس فيروس ايه يا عم فيروس غنوا للفيروس ولا انتوا شعب فلاح يغني للفيروس انا على جنب عشان اعالج الفيروس معاك انتوا الاثنين لا طبعا تارتار بول يا عم لو سمحت نزلني عشان بول تارتار بول ايه يا عم انت ايه شغل الجنان ده اركن على جنب نزلني انت بول انت بول مفيش يعني انت مش عارف ايه ايدك نزلني جميل والله على فكره هنا دي
القريه دي اللي انا عايزها في الكوبايه. لا يا عم نزلنا عشان اعمل له التحليل لو سمحت. عايز اعمل له التحليل. تحليل ايه يا عم؟ انت ايه شغل الجنان اللي انت بتعمله ده؟ ايه شغل اللي ايه؟ بس بس انا فهمت. انا فهمت. انا فهمت. انا فهمت. انت قلقان. احنا قلقان من ايه يا عم؟ انت قلقان ايه شغل الجنان ده؟ انا رايح مشوار. انت ايه اللي بتقوله ده؟ بول شويه بول. مفيش بول. ايه يا عم؟ انت لو سمحت نزلني هنا بعد اذنك. لو سمحت افتح العربيه بعد اذنك. بس بس افتح العربيه بعد اذنك. افتح العربيه بعد اذنك. ده شغل جنان اللي انتوا فيه ده. شغل جنان والله. بايروسات. يا عم ما تخليش اشغب عليك انت. بايروسات. 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 فيروس ايه يا عم؟ بايروسات. 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 هكسر لك الباب. افتح الباب لو سمحت. افتح الباب لو سمحت. اسفين ازاي؟ بص كده الكاميرا دي. نذيع بقى الحلقه ولا ما نذيعش؟ نذيع يا طبعا. أعزائي المشاهدين، ودلوقتي احنا في نفس الحلقة وداخلين على الضحية الثالثة في حلقة الدكتور أو الانف. معلش حضرتك رايح فين؟ الهرم. هرم. هرم. أحسن ليش طبعا يا فندم، هما أهل الهرم وأقل نسبة فيروسات. حضرتك نورتنا وشرفتنا يا فندم في الارستقراطيك تاكسي او تاكسي العاصمه او تاكسي الطبي. التاكسي الطبي عندنا يا فندم، في عندنا بروجرام نازل بيه التاكسي ان اي عميل بيركب معانا اهم حاجه عندنا هو ارضائه، ارضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل. حضرتك شديت فتيل قبل كده؟ بمعنى انا هشرح لحضرتك بشكل مستفيض ان حضرتك في عندنا مجموعه تحاليل حضرتك بتعملها معانا، لان احنا بننتقي عملائنا. في عندنا الليفل الاول من التحليل هو تحليل البول والبراز، ودي بتبقى عينات بسيطه جدا لحضرتك. حضرتك ممكن بدون اي تعب واي جهد بدي حضرتك البتاع دي حضرتك بتتبول فيها وانا مش ببص. يا فندم دي صحه حضرتك. صحه حضرتك في دلوقتي. طب اكمل حاجة البروجرام. احنا عندنا اول حاجة الليفل ده لو حضرتك عديته بنخش بعد كده على الليفل فيروسات الدم، وعلى فيروس A و B و C و D و E H I G K L M N P و B R S T U V W X Y Z. مش فاهم حاجة من اللي انت بتقوله. ايه تحليلات وبتاع؟ حضرتك اول مرة تركب معانا. حضرتك من الغلابة. احنا بنركب معانا الارستقراطيك. الحمد لله والشكر لله. حبيبي ربنا يزيدك، مش ده الاصل. بس انا بفضل ديمقراطي مع حضرتك لحد ما يجي وقت التحليل في العربية. لو انت حضرتك ما بقتش معايا ديمقراطي انا بصبح ديكتاتور وبيركب فرج زي ما حضرتك شفت، وبيبدا يا فندم بقى فرج مع حضرتك يوري حضرتك طريقه عمل التحاليل وبتعملها رغم انفك. نور الدنيا. احنا هنحط دي فتحه الشرطه. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ لا يا فندم احنا مش بنهزر. انت ما تقلقش على نفسك خالص. الموضوع زي شكه الدبوس. حضرتك مش الدبوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ ولا تقلق. بقول لك يا فندم، بقول لك يا باشا عايز تنزلني. اثبت يا عم اللي انت بتعمله ده. انت تعبانين ولا ايه؟ انتوا مالكم في ايه؟ احنا خايفين عليك تكون انت تعبان. وشك تعبان ايه يا عم؟ وش اصفر؟ ثانية واحدة يا فندم. ايه وعينيه حمرا ايه؟ هل تعلم ان انت ممكن يبقى عندك فيروس مثلا اللي بينيه؟ فيروس ايه؟ فيروس ايه حضرتك اللي عندي؟ فيروس ايه؟ في مجموعة فيروسات منتشرة في البلد. يا عم فيروسات انت مش عارف مصلحتك. مفيش نزول يا عم. اوعى كده ايدك. اوعى البتاع ده بعيده عني. مفيش نزول. فتحة الشرج ايه وبتاع ايه؟ لحظة واحدة. حط ده في بقك. بقى ايه يا عم؟ انتوا تعبانين ولا ايه؟ درجة الحرارة. درجة حرارتك. بس كده بعد اذنك نزلني. بعد اذنك نزلني. مفيش نزول. مفيش نزول. احنا خايفين عليك اكتر ولا ايه؟ خايفين عليك. انتوا تعبانين ولا ايه؟ انت اللي تعبان. يا عم اشفر ايه؟ عينيك محولة. عينيك محولة. عينيها محولة تاني. يبقى عندك. يبقى عندك قلبية جوه. عنده فيروس قلبية جوه. قلبية جوه ايه وبتاع ايدك بس؟ شعرك بيقع. عندك. شعر بيقع. عندك ترسة. عندك ترسة. عندك ترسة. ترسة. عندك ترسة. عندك ترسة. انتوا تعبانين ولا ايه؟ انت اللي تعبان. خايفين عليك. انتوا تعبانين؟ ليه انا مش تعبان؟ وشك بدأ يطلع له عروق. يا عم بقول لك ايه؟ يطلع له عروق. فرج. ايوه. بشك عليه. بشك عليه. عاو 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 عاو. انت تعبان ولا ايه؟ ده كان تعبان. ده كان تعبان. يا عم تعبان ايه؟ وعلى سيدك كده. وايدك كده. لازم نخرج من الفيروسات. يا عم بقول لك ايه؟ بلا فيروسات بلا بتاع. نخرج من الفيروسات. ايدك دي اللي ياكلوا الشرب. ايدك دي اللي ياكلوا الشرب. عندك فيروسات اللي في العرق والقلبيه جوه. طب يا جوه ايه اللي بيني هرم؟ حط في بقك ده خلاص. يا عم بلا احط ده في بقي. ايه بلا احط ده؟ ايه ده شويه؟ ايه ده شويه؟ ايه ده شويه؟ اديله
انت تعبانين ولا ايه يا عم؟ اديله الحقنه بسرعه ارجوك محتاج الجرعه. اديله الحقنه بسرعه ارجوك محتاج الجرعه. اديني هرم. هرم ايه يا عم؟ اديني هرم صلبيه جوه. قلت ايه؟ قلت لك ايدك تديني الاكل والشرب. اه بس كده يا عم انتوا تعبانين. تعبانين والله. فيروسات ايه يا عم؟ ايه يا عم الشغل ده؟ انتوا اللي تعبانين والله. تعبانين والله. هو بس يا عم يا عم طلع الفيروس من يا عم الفيروس ايه يا عم الله يبارك لك انت هو يا عم الله يبارك لك عشان ايه خلاص خلاص ايه ده حضرتك ايه ده حضرتك ايه ده ايه ده حضرتك خالص احنا كنا بنهزر معاك ينفع نذيع اعزائي المشاهدين وزي ما انتم شايفين كده احنا نازلين دلوقتي علشان نقابل ضحية جديدة في شوارع المهندسين و كريزي تاكسي. ايه يا حبيبي على فين؟ اتفضل يا عش. اتفضل يا عش. اهلا من حق. الحمد لله والله يا حبيبي. كله زي الفل. اهلا من ايه؟ حبيبي. كويسين؟ الحمد لله. ولا ايه؟ انتوا رايحين فين بكتور؟ رايحين عند الحسري. ماشي يا حبيبي. اللي بس الاشارات دي معاك كده عشان ايه؟ الاشارات مش شغاله عندي. الاشارات دي بقى. تطلع بقى السما. لا ولا الايمان وشميل. مش السما؟ لا لا. شميل؟ شميل الجنة. حلو ولا حلو ولا حسن. نظرك لايك نظرك لايك في حاجة ولا ايه؟ وانا واحدة. خد انت دي. يا ولا مطب مطلع بتاعت المطب الصناعي. طلع طلع بتاعت مطب مطب يالا دي مين مطب يالا يا اخي بقول لك مطب يا اخي ايوه كده حلو ايوه الحمد لله يلا طلع على الاطار الشمال الشمال كده يمين ولا شمال كده لفوق مش انت ماشيين كده يا اخي بطل يا اخي بطل يا اخي ما تزولنيش انا طب طلع انت عم طلع دي طلع دي الحلوات دي الله عايز هي واحده بس واحده بس كده فكروني بالواد حبيبي واد رامي رامي ابن ابنني ابنك؟ اه واد عشان انت عندك كام سنه يا عم؟ عندي 48 بس؟ 48 اه بس عايش من زمان يا عم غمز يا حاج انت عامل شعرك كده فين؟ كله عند حمال النونو ايه ده؟ كله ده 48 سنه اه ده 48 سنه بعد المية ولا احنا قاعدين معاك يا جدو بقول لك ايه مشوارنا انت بتدرسوا في ايه؟ احنا في هندسه مهندسين يعني؟ اه لا بس انت كنت ضايع احنا؟ اه والله عم عيب عليك كده هندسه وضايع؟ عم عيب عليك والله الله انت امال لو كنت فن صناعي زي ابنك بقى كنا نعمل ايه؟ انا ابني مش فن صناعي امال ايه؟ انا ابني سمكان عربان هو كده مش صايع؟ كده مش صايع؟ ده راجل كستيم وعيل حرفي ما احنا مهندسين انا جاره مهندسين انت نجاره؟ تجاره ايوه حبيبي ايوه حبيبي انا انت انا سالك زالف انا والله ما اسال حد انا حتى محترم ده دايما ايه؟ انت يا بتعمل ايه؟ والله سهل يالس والله العظيم سهل انت في ايدك ما تقدرش تلعب حاجه الله يخليك عشان بص انا ابويا ما بيعملهاش وربنا ابويا ما بيعملهاش يالا زي جدك انا ابويا ما بيعملهاش انت عامل ايه؟ ايه رايك؟ يا عم شوف شعرك انت عامل ازاي؟ انا عايشه سهل يا ابني بس انا جامد اتفضل يا حبيبي ايه ده؟ ده فيت رابع بس يا لعيب انا بس يا لعيب انا بس يا لعيب انا ما قلتليش تطمن بلاش كفر بس يا ولا في ايه بس يا ولا عيب يا جد كبش اوعى تشوف دي اه والله اقول لكم عن تاني دي الحلاوه دي وانت انت ايه يا حاج الله عليك
طلعها طلع المطب هذا مطب بسرعه بسرعه طلع المطب يا طلع المطب مطب مطب لا ده طلع ما زولوش بقى ما زولوش بقى ده ولا ده يا عم كله مع بعض ايه راح فين يا دي النيل انت طالع مشكشك ايه يا عم ده اقسم بالله حكى لك موضوع رامي وبتاع والجو ده يا عم ده انت وربنا هتوصله بعد بكره ايه يا عم اتكل على الله ده انت راجل مقرف عايز اعمل ايه يا عم امشي والله العظيم والله العظيم يا عم امشي يا عم وربنا ما هتوصله يا عم ننزل والله العظيم اقف على جنب يا عم ننزل يا عم حاجه ما بيعملها يا حاج اقف على جنب يا حاج عايزين ننزل بص ده انا طياره طياره ايه يا عم والله ده انا واحد انت مجنون يا حاج نوحش الطريق مجنون؟ بس حبيت انا نوحش الطريق يا عم ده بقول لك رمى مش هنوصل النهارده المحاضره هتفاطمه محاضره انتوا طب محاضره انتوا عم مهندسين بقى مهندسين مهندسين بقى ولا زمالك زمالك مالكش دعوه بالزمالك طيب مش شجع الزمالك والله زمالكاوي لا بس انا اهلاوي انت اهلاوي زمالكاوي كده انا بشجع اللعبه لا 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 زمالك عمري تعبان صح؟ لا 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 ايوه اخويا انت السمرة هتلم نفسك انا ساق طويل من ده انت بكرة اوعى قد بكلمك يا عم مدي يا عم بطل ضرب بقى يا عم في ايه يا اسطى عبرك يا اسطى في ايه بطل ضرب يا عم انا عامل الفرق السن اللي ما بيننا غير كده وربنا ما هتشوف حاجه الفرق في اللي انا ايه يا راجل يا انت ايه انت مستبح ولا ايه طب هتمد بقى تقول انا انت ود هتمد بقى تنزلنا يا خلاص بقى يا عم افتح اقول لك ايه يا مين يا ولاد انزل لي بقى انزل لك الباب مقفول يا اسطى انزل لي احبس يا احمد قول لي زي الحلاوه ولا ما زهقش عم زي زي انت عايز الجامعه كلها تشوف وانت عايز بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين واهلا بكم النهارده في الكريزي تاكسي في حلقه جديده على فين يا باشا ايه يا باشا قول عيلة ابو العيلة البشري اركب يا باشا صباح الهنا والسعيده فين يا باشا في بولا ابو العيلة ولا ابو العيلة ده كورونا لا ابو العيلة احسن ناس حبيبي اقسم بالله ناس على دماغنا من فوق مش هستاذن عليك بس واحد صاحبي هاخد منه شنطه نوديها المطار شنطه ايه دي بقى يا عم شنطه بتاعت واحد صاحبي رايح المطار اهو ما مؤاخذه ماشي بسرعه يا كومي يا حبيب افتح الباب واثق حبيبي خش كده جوه خد الشنطه جنب صباح القشط صباح الجمال صباح القشط عليك يا حبيبي واحد ريق ونحف قوي عايز انزل اجيب كوبايه ميه ده دقيقه مش هاخد بيها بس دقيقه واحده اي كشك بس كده هجيب من عنده دلوقتي تشرب حاجه معايا؟ لا شكرا بأمانة والله يا باشا انت مالك جازز ليه كده فيك ايه هو مش عارف كده في حاجه بتشرب سيجاره مالك يا عم مفيش حاجه ولا مش عارف الدنيا بصراحه في ايه بصراحه انزل بس هنا اجيب من الكشك ده ازازه ميه بصراحه كل شويه شنطه كشك انزل بسرعه اجيب لك حاجه معايا تشرب حاجه عسل شكرا اجيب لك مصاصه لا لا مش عايز حاجه هو كمان مش عايز حاجه يا عم اجيب لك مصاصه الراجل ده خطفني ايه مش بقول لك انا مش بقول لك إيه شكله مش مظبوط خطفك من ايه خطفك من ايه هو حطنا كده في الشنطه طب اصبر انا تشوف انا اعمل ايه عبان عليه عرباجي ده اصبر بقى عشان ده طلع ما عندوش غير ميه معدنيه كنت عايز اشرب من عندي زين انت قلت لي اسمك ايه اسمي يا باشا انا اسمي سمسم سمسم ايه؟ سمسم عبد النبي الهواري اسمي سمسم الهواري منين بقى سمسم؟ انا من العمرانيه يا باشا من العمرانيه يا باشا متأكد يعني يا سمسم؟ لا يا باشا في مالك يا باشا انت مش اصل انا ليه طله في اللي قدام مني بصراحه كده وعلى الدغري من غير لف ولا دوران ولا اي طله باشا انا من ساعه ما ركبتي معاك وشايف فيك حاجه مش مظبوطه ايه هي انا مش عارف عمال تحور وتطلع ثواني يا ابني عشان ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده عيب انت بابا يتكلم انت تسكت انا عايزك تدخل من الشارع اللي جاي ده ليه يا باشا انا الشارع اللي جاي ده انا عايزك تدخل منه عشان اجيب حاجه انا برضه انت مش جبت ميه
يا باشا احنا طرينا دغري يا عم. انا مش استنيتك وقفت خدت شنطه وبقول شويه تاني جبت ميه. الشارع اللي جاي ده هنلف اللفه اللي جايه دي يا عم ماشي. وتشيل هجيب بس حاجه من واحد حبيبي برضه زيك كده يا باشا. ماشي معنا على طرينا وانت راجع عشان ما عطلكش. مش عايز اعطلك يا سيد الفل. لازم عليك بس يا باشا انا اخر حاجه اعملها وبعد كده اطلع معاك. اقسم بالله طياره. بص صاحبي ده بس هيجي يسال معايا. ازيك يا سمسي؟ ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا صاحبي؟ صباح الجمال. صباح الجمال. اقول لك انا زمان برضه بيحاور. انا مش بقول ايه البضاعة يا صاحبي؟ لا مش هتزور. مش هي دي البضاعة؟ ايه البضاعة؟ مين ده؟ ايه هي البضاعة؟ لا يا عم انت ايه هي البضاعة؟ خاطفين عيل. ايه البضاعة؟ خاطفين ايه البضاعة؟ خاطفين عيل. اوعى كده بس. بص يا عم. لا توعى. لا توعى يا ابني. خطفين عين بقى. على الطلام خطفين حد. انزل لي مش انت مش رايح. انزل يا استنى بس. انزل لي استنى اركب على اركب يا اركب يا استنى استنى بس خلاص 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 يا ابني. الله عايزين ايه؟ نزيع ولا منزعش؟ خليك مع محمد عزيز. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. ودلوقتي حلقه جديده يا جماعه من كريزي تاكسي وكاركتر جديد. ودينا بنلف في الشوارع اهو في انتظار ضحية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيش الو ايه يا حبيبي تاني؟ وانا اعمل ايه بس؟ والله العظيم الدنيا زي الزفر. مفيش شغل مريح تريحة ما يعلم بيها الا ربنا. اقسم بالله لا اله الا الله. طب وهي الحضانة دي عايزة كام؟ طب ما ينفعش نوديها حاجه حكومه طيب ولا اي حاجه؟ يعني ايه مفيش اماكن في الحكومه طيب؟ يلا مع السلامه حبيبي. مؤاخذة يا باشا. والله الواحد ما بقاش فاهم يعمل ايه في الحياه وفي الدنيا. البنت الصغيره بتحط والله مش لاقيين لها مكان. مش لاقيين لها مكان في الحكومه كتير. مفيش مش لاقيين ولا في الحكومه ولا غيره. ده احنا مش لاقيين غير في المستشفى خاصه وعايزين مبلغ وقدره. عايزين قد ايه كده يعني؟ كلمه في 7-8000 جنيه. والله العظيم والدنيا زي الزفت يا باشا. معلش يا باشا يعني لو كنت انا يعني بتقل ولا بتكلم بس الواحد بيفضفض والسلام يعني. ربنا معاك يا ابني ربنا معاك. معلش معلش هتزق يا باشا معانا باي حاجه. والله احنا ربنا نعلم في فلوس رايحين نستلفها من واحد. طب يا باشا لو فلوس رايحين تستلفوها وربنا يكرم ما تشوفوا لي اي حاجه. مؤاخذة يعني انت زي ابويا. بقول لك هنستلف. احنا هنستلف. ما هو الدنيا يعني ايه الناس لبعضيها يا باشا؟ حتى لو انت هتستلف ما استلف لك ها؟ لا انا مؤاخذة ما اقصدش يعني العيب ما تعناش على الحاجة برضه يا باشا. بسم الله العلي العظيم الواحد ما عارف بيعمل ايه في البلد دي يا اخي. معلش والله يا ابني الظروف ربنا اللي يعلم. جهزها وربنا اللي يعلم. باشا بقول لك بنت يا باشا تقول لي بتجهزها. اقول لك ايه يا ابني؟ دي بنتك ودي بنتي يعني الحال من بعض. حبيبتي حبيبتي يا سامي. سامي يا الصغيرة محدش حاسس بحد ولا حد حاسس بأي حاجة في الدنيا دي. الو يا ابو عبيدة حبيب قلبي انت فين يا عالمي؟ تمام ماشي يا غالي انا هعدي اخدك في الطريق. ماشي حبيبي يلا سلامه حبيب قلبي. سلامه غالي. بقول لي ما عليك يا معالي الباشا انا هطلب بس منك خدمه لابنك. انت اضرب الظروف وسمعت الظروف بودانك. الراجل اللي هيركب ده انا عايزك بس انت تعززني عنده وتصدق على كلامي. أيوة هتكلم يا باشا هو دلوقتي راجل خليجي صاحبي انا هتكلم معاه وبتاع واخد ودي يمكن يطلع منه حاجه لله عشان خاطر البت. يا عم وليك نسبه عندي. اي فلوس على خدها منه ليك نسبه. معلش انت صدق على كلامي. خلاص. الله يبارك لك. خلاص والله ماشي. الله يبارك لك يا عم. الله يبارك لك انت. ماشي
اتفضل ابو عباده حبيب قلبي. حياك الله. حياك الله يا عم الناس يا عالمي. اتفضل ابو عباده حبيبي. وحشني والله العظيم. انا زي الفل والله. انت عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام ابو عباده. الحمد لله يا رب دايما. الراجل ده بيشكر فيك قوي. اه والله العظيم ابو عباده ده من احسن الشخصيات اللي انا عرفتها في حياتي. لا واضح الرجوله والادب والله العظيم. ثلاثه ما احتجت له مره الا وكان واقف جنبي. الله يلا طول عمره خيره عليا. خيره عليا اقسم بالله. ظروف زي الزفت اقسم بالله العلا. مالك حبيبي ايش جرى؟ والله العظيم البت بتي ماشي طالع على باب الله دلوقتي جالي تليفون من الولية. قالت لي البت والحضانه والفلوس والدنيا متكعبله والواحد مش عارف يعمل ايه. لا 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 اقسم بالله. وما بيتكلموش في 10 ولا في 20 ده بيتكلموا في 10000 جنيه. حبيبي بدك قرشنا بدي اعطيها لك عادي. بسمتك يا باشا ما حصل الكلام ده قدامك. ايوه ايوه بالله أيوة عليك يا باشا. ايوه والله العظيم ابو عباد صايد. اه والله العظيم ثلاثة. حبيبي اتفضل. ربنا ما يحرمني منك. ربنا يبارك لك. روح يا شيخ ربنا يكرمك ما يحرمك ويعود عليك الايام أيوة بخير يجعل لك بكل خطوه سلام. ادي يا كريم باذن الله. انا هنزل هنا بدي انا. ايوه انا حاضر حاضر. اقف على جنب بس ابو عباده. اقف على جنب. انت بتتجهز؟ ما خلاص يا عم. في ايه يا عم؟ ولا حاجه يا عم. يا عم في ايه مالك؟ ربنا يبارك لك يا حبيب ابو عباده. هكلمك بالليل حبيب ابو عباده. يا عسل يا جميل اقسم بالله حبيبي. يا روح الروح بقول لك ايه؟ جبرت النهارده والحياه اشياء والدنيا زي الفل. هنسهر يا باشا. جهزي بقى دنيتك وحياتك وليلتك. هلا تليفون فصل ليه طيب؟ استني يا بت. هتسهر فين؟ هتسهر يا باشا بقى مطرح مطهر بقى. لا لا الا الله. انت هتبص لنا في السهره كمان؟ لا لا مش هبص لك يا عم. سيبني يا عم الله يسهر حالك بقى. نزلك التجمع ونخلص بقى يابا. والنسبه بتاعتنا احنا فين ان شاء الله؟ نسبه ايه بقى المناسبه بقى؟ كل سنه وانتم طيبين. هلا ده نهزر ولا ايه؟ نعم نعم الله عليك يا اختي. فيها لا 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 اتكلم عدل. اتكلم عدل عشان ما اهزقكش. تهزق مين يا جدع انت؟ انا اللي بقول لك اهزقك. تهزق مين يا عم انت؟ مطرطش ولا ايه؟ متوحد يا جدع. احترم نفسك واتكلم كويس. لا ده شويه احنا شويه. ده انت ليه الادب صحيح؟ انت طمعان. طمعان يا اخويا. فلوس طمعان. انت لو كنت قدمت السبت كنت لقيت الحد يا بيه. على ايه طالما معايا فلوس يا بني ادم؟ طب انت ما معكش فلوس طب اعمل لك كده رزق البت يا عم. لا اله الا الله. كفايه ان انا كدبت. يا عم كفايه ان انا كدبت. يا عم انا لحست. انا لحست الكلام. لا لا مفيش لحس يابا. يا عم انا لحست الكلام. هات يا عم الله يبارك لك. يا عم حلك من عليا النعمه من نعمه ربي. لو الفلوس ما طلعت دلوقتي انا بهدلك ولا يمنع عليك الناس. تبهدلي ايه يا ماما؟ انت ليكي عندي حاجه؟ بقول لك هتزعل والمصر. والله انت اللي هتزعل وهتجيب ناس تزعل. طب سيبني يا عم. انا محترم نفسي لحد دلوقتي. محترم نفسك؟ لا اله الا الله. ايه هتطلع ايه يا اخويا؟ لا يا لا هتطلع ايه يا روح امك؟ روح امي مين يا عم؟ روح امك يا عم. واحد الله يا عم. في ايه يا عم؟ يا جدع والمصحف هديك في وشك. يا عم ما تغلطش انت راجل كبير. راجل كبير. بس الام الشبشب ده على دماغك وحنيا. خلي امك سودا. يا عم بس بقول لك ايه؟ يا جدع انت بقول لك هتركب. جدع اتكل على الله بقى. وانت راجل كبير مش عايز اغلط فيه. مش هتعرف تغلط يابا. والمصحف ما هتعرف يا عم ما تجننيش. يا جدع ورب الكعبه ما هتعرف. والمصحف ما هتعرف يا عم. يا جدع يا جدع انت ما تخلينيش اغلط فيك يا عم. يا عم الله يخليك نزلني. ايه ده بس؟ ايه ده؟ يا عم ما فيش ايه ده بقى. اهلا بنهزر والله فعلا. يعني نتمنى انك تشرفنا بانك تخلينا نذيع الحلقه. ذيع. اما 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 اي اما انا اي اما عيان ما قدرش اما اي اي اما اتحرك اي اما لا حول ولا قوه الا بالله. اي انت بتسمع كويس يا اسطى؟ اما اما أم إيمة أنا أم أم إيمة أم إيمة أنا أم إيمة أم أم ممكن أعرف فكرتك كم من هنا المعادي؟ أم أم مية؟ يعني عشرة أم عشرة أم أم ومية ليه؟
ام ام ال اب او على عداد ما ام ام مي ام اي ام او ا دب ا او بالله طيب خلاص هذا هذا ام 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 هذا هذا كمان حنغني معاك يا ام هذا ام 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 اللي من هناك مختصر كل الناس بتعرفه ليه روحت من هنا امي خلص هو يعرف شغله هم كانوا يعطوه شهادة ايه شغلي ده ام 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 اي ام لا والله مش عايز اركب معاك ام تاخرت علينا كده ليه يعني تاخرت علينا امي احمد كمان ايوه ايوه ابو احمد حبيبي ابو احمد الله عامل ايه يا جميل احسن واحد في المنطقه ابو احمد ده عارفه اه ده احسن واحد في المنطقه ده المجنون ده الاهبل ده عليك انت بتتريق العب يا صاحبي واحد انا 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 ابوي ليه كده لا 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 هو بيقول لك ايه ترجمي لنا يا عمي مش عارفين يدفعوا الماه حرام يا جماعه لا حتى مش عارفين يدفعوا ولا لا 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 نحن مش استاذ حرام عليك يا استاذ نحن بنستغلش واحد زيه لا حرام عليك لو زعلته لو سمحت بص لي عيني واتكلم اكسر دماغه لو زعل حرام عليك لا لا نحن ما نستغلش حرام عليك ربنا هيكتلك لو سمحت هو اللي بيستغلنا مش احنا اللي بنستغلك ده هو بيغني الاوبرا بس احنا ما بنستغلش حد هو اللي بيستغلنا لا هو بيغني انا انا انت قلت له ايه يا اسطى قلت له ايه انا لا نحن ما قلناش وانت الثاني صاحبك العبيط ده انا اديك الاوبرا انا بقى ومين الثاني انا ايه ده ايه احمد حبيبي احنا هنوصل النهارده ولا ايه اما خدي الجنب ام 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 شوف الام انت زعلان ايه زعلان ايه انا خدي ام تكد تضربي لي ايه حرام عليك يا بلد تضربه غلط انا اسمع ايه دماغك تضربه ليه بالدماغ هو بس انا ما ضربتوش بس تضربه تضربه ايه اللي تضربه لا ما ايه ده لا 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 بص حالته النفسيه تتدمر حتى لا طب ليه بقى لا بغضب انا 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 عادي انت مؤدبة اي انت انت حلو انت قدام انا انا انت واقي لا لا طيب انت 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 انا لا انا 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 عايز تغني طب غني يلا يلا يا جماعه قفوله يلا مشروب يلا يلا لا 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 كده هنحط لك الشرطه لا 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 استنى لا لا استنى يلا هنوصل ساعتك وانت يا فندم اه دول مجانين اسمحوا لنا نذيع الحلقه دي اتفضل نذاعها ذيعة زي ما انت عايز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انت هتعمل ايه يا اسطى ايه اللي بتعمله ده مسا ايه وبتاع ايه لا لا معليش انا في الحاجات دي يا عم لا لا ماليش في الحاجات دي مصطفى على ما اسمع الحس فيها انا يا اما لا لا مالناش في الكلام طب ده طب بلاش ادي لك استفيد شنكني بس اقعد برجني يا عم خليها لنفسك انت خليك انت فيها لا
يا عم بلاش، انت شكلك اقفل السيجاره دي يا اسطى كده عشان انا ما بحبش ريحه السجاير اساسا. يا عم انت مش هواقي، شكلك انت ماقي. خد بقه وهتنزل بعد منها تزق. يا عم ممكن ما نعرفش ننزل اساسا منك بطريقتك دي. لا 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 يا عم ربنا يستر عليك. يا عم خلاص بقى، اخوك الدنيا جايه عليه قوي يا عم، جاي عليك. طب راي اكل عيشك اللي انت فيه دوت ما تشربش. يا عم عايز انسى. تنسى ايه بس؟ عايز انسى اقسم بالله. تنسى ايه؟ حرام عليك. انت منين يا صاحبي؟ انا من المهندسين. كذاب؟ لا من المهندسين. اقسم بالله ما تقولش كذاب بس. يا عم انت من ارض اللواء. يا عم ما تقولش كذاب. انت من ارض اللواء. يا عم ما تقولش كذاب. لا يا فين المهندسين؟ جامعة الدول. مش بقولك كذاب اقسم بالله. يا ابو بص البتاع، بص بارد. هو انت مش داريان انت بتعمل ايه؟ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه يا عم بكر. انا حظي جه معاك ولا ايه؟ مش عارف. والله يا عم انت الدنيا جايه عليك. الحمد لله يا عم على كل حال. مش عارف الحمد لله ولا بنشرب ولا حاجه. يا عم بص للطريق بدل ما تعمل فينا حادثه. يا عم اعمل بيك حادثه يا عم. بقول لك ايه، الراجل ده مش هيوريه؟ عايز اخده معانا. هاتوا يا عم معانا وخلاص. معلش اصلا ممكن تاخدني معاك لاخر الشارع؟ تعالى صح تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش انا اسف بس لحد اخر الشارع على بوابة الصلاة. ولا يهمك ولا يهمك يا عم. ماشي ده هوديك اخر الدنيا. عمال يشرب من ساعة ما ركبت معايا مش عارف ماله. ايه يا اسطى؟ يا عم الدنيا جاية عليا قلنا يا جدعان. معرفش في ايه. عايزنا نشرب بالعافية يا عم. يا عم انت عيب يا اسطى اللي انت بتعمله ده. يا عم ايه يا عم؟ لا عيب اللي انت بتعمله. في ناس راكبة معاك، ناس محترمة راكبة معاك يا اسطى. يا عم انا مش عارف فين. في ناس راكبة معاك يا اسطى، عيب. روح اكل عيشك. ايه اللي عيب يا عم؟ روح اكل عيشك. ايه اللي عيب؟ عيب يا اسطى ان انا اشرب. لا ان انت تشرب لوحدك حبيبي يا قلبك. ايه يا باشا ده؟ صباحك كمان. بقول لك ايه؟ خلي بالك انتوا مش عارف انتوا مع بعض ولا ايه اللي جايتكم؟ يا عم خلاص احنا الكيف بيجمع. ايه يا باشا خد اشرب. لا لا يا عم مش عايز. يا عم شربوا الاثنين مع بعضيكم. ماليش دعوه. يا عم انت هتنزل فين؟ انت عايز تنزل فين؟ اشرب. طيب خلاص نزلنا اخر الشارع. لا 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 مش هشرب يا عم. انت ما تخليناش بقى نتنرفز عليك. يا عم تتنرفز على يا عم. اتكسف من مين؟ انا ما بشربش. امال مالك؟ ماليش في الشرب انا. اشربوا انت. لا اشربوا انت معانا. يا عم مش عايز. اتكسف لي انت. اتكسف كاني اتبسطت انا. اشرب عشان اللي يتكسف من بيت عمه ما يشربش. يا عم انا مش عايز اشرب. اشربوا انتوا مع نفسيكم. انا مش هشرب. بص يا صاحبي انا مش هحلك. يا عم انا يا عم انا مش هشرب. هتوصلنا ولا هتعمل ايه؟ يا عم انت هتشرب. لا يا عم مش هشرب. ايدك جنبك بس يا اسطى عشان ما تخليناش نتنرفز عليك. يا عم انت متعرفش. يا عم يا عم مش عايز. يا عم سيبني في حالي. يا عم ما تخليناش نتنرفز عليك. نرفز يا عم. سيبني في حالي يا عم. انت يا اسطى هتخلينا نسيب. امسكوا مسؤول. اوعى تسيبه. مش هحل. اشرب انبوه. اشرب انبوه يا عم. اوعى يا عم. مش هخش النار لوحدي يا عم. اوعى. ما اخش النار لوحدي. فرقتني. يلا يا عم انت يا اخي. اقول لك على حاجه. يلا يا عم. على الحرام من اهي يا عم. نذيع الحلقه دي؟ نذيع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. بالله ما شاء الله ومرايا والله. اخوات انتم؟ اه. هلا اخوات؟ اه. هلا. يعني؟ يعني مش عارف. بس ماشي. معلش يا ابني بقى جدك يعني تقلنا كده. ربنا يديك الصحة يا حبيبي. ايوه والله يا بنتي ربنا يعني يكرمك. والله العظيم الظروف والحال ما يعلم بها الا ربنا. جدك بيدور على فلوس وشيان عشان يجيب العلاج ليا ولمراته. والله العظيم يكرمكم ويحرمكم. يعود عليكم الايام بخير ويجعل لكم في كل خطوه سلامه. هادي يا كريم.
والله العظيم ثلاثة. أقول لك إني بحبك الحب شوية عليك. أنا مؤاخذة والله. تحب مين؟ لا ده لون وقت شغال عليك معايا. الله يسلمك. معلش يعني كده لو فيها ساعة أدب يعني. زي أولادي وأنا مش ركز في أطلب منكم يعني. جدك محتاج بس يجيب علاج والله. فلو في أي والله خلاص. خلاص يا بس ما شاء الله قمرايا والله العظيم. ما شاء الله. مخطوبة أنت ما؟ لا مش مخطوبة. تمام؟ بس الحق فيه. يلا يلا ما فيهاش حاجة يلا جاي جدك يلا. وبعدين أنا 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 بتاع الحلال أنا متجوز ثمانية يلا. متجوز ثمانية لحد دلوقتي. ربنا ربنا يديك الصحة حق. يا جدو يا جدو 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 ايوه قول لي عملت ايه جدو يا جدو يا حبيب قلبي يا راجل عسليه عملت ايه يا جدو جدو مستني حد هو عتريس بصاحبي يا باشا احنا عايزين نروح هنروح يا جماعه بس جبت لك يا جدو الصاروخ اللي انت عايزه واحده 28 سنه هتدلعك عارف لو دينا يا اكبر لا 28 سنه عسل عسل وزة جدو لطيف ايوه اه خبره وعنيه طبعا يا جدو بسم الله شبه القمر دي كده والله يا عم شبه القمر دي والله العظيم متشاور اقسم بالله مهرها اهو ايه ده يا جدو خد يا عم ايه ده يا عم انت سنك وبص قدامك ايه ده ايه ده ايه ده يا عم انت بص يا عم وانا يوم ما بص ابص لواحد قد جدي ايه ده انت جاي بنت ده بالحلال يا بنت انا وانت بص قدامك ولا حرام بص قدامك عشان ما ننزلش جدو لطيف يا بنت يا عم لطيف حد يقول جدو لطيف حد انت بص قدامك ايه ده جدو عتريس انا بتضرب يا جدو ضربتك يا عتريس ضربتني بالقلم يا جدو انا حبيتها اكتر يا عم انت يا عم انا بحبها والنص تعبت يا عم ولا ايه يا عم بالحلال يلا شوف مهروختك كام يلا يعني ايه يا عم مهروختك يا عم انت يا ده اما مهروختك كام يا عم بص قدامك يا عم بص قدامك وامشي بعد اذنك يلا يلا ما تحبش ايدك عليه اه جدو يا جدو يا جدو يا جدو يعني فانا بحب العنف يا عتريس يا عم بقى اللي هتنفع معايا انا كده هو انت نازل تشتغل ولا نازل تبص اصلا لبنات الناس يا بنتي في الحلال والله حلال وانت بتعمل حلال قوي يا بنتي حلال ربنا ايه هو الراجل طلب الغلط يا عم انت لسه بتطلب فلوس يا عم ايه ده يا عم بص قدامك بعد اذنك انا مغزي العين يا غسيل ماشي بص قدامك بقى انت راجل كبير ولا انت اللي انت كبير انت راجل كبير انا لو مش بحبك يا عم بص قدامك يا عم بتحب مين انت بتعمل لي فيها سبع البومبا يا جد بتديني بالقلم يا جد عارف يا عتريس اقول لك عارف يا عتريس انا لو مش بحبك يا عم بص قدامك يا عم يخرب بيتك انزلوا يا جد انزلوا يا جد نورتونا في الكريزي تاكسي كنا بنصور كل اللي فات ده بقول لك ايه شوف ظروفك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكل حضرتك مش غريب عليا خالص ممكن تبقي عندي على البيج بتاعتي على الفيس انا البيج بتاعتي على الفيس اسمها خميس للاسف انا مش انجيجد اه عامله واتساب بس ايمو انستغرام يبقى انت ممكن عندي على البيج على انستغرام ايوه اكيد انا يعني ربنا بيجعلني سبب ان انا اوفق راسين في الحلال دايما اسم حضرتك ايه سمر استاذة سمر استاذة سمر انت زي القمر ما شاء الله تسلمي يا رب مجامله والله لا خالص حضرتك يا ترى متجوزه مخطوبه لا ما شاء الله قمرايا والله وان شاء الله باذن الله رب ربنا يجعل الموضوع على ايد خميس ملك التلبيس بس انا مش بفكر في الموضوع ده خالص لا خالص ما بتجيش كده ما بتجيش كده خالص ربنا موضوع مش عندي ولا عندك موضوع ربنا اراد ربنا سبحان الله والله يا بنتي انت يعني ربنا بيحبك اساليني ليه ليه عندي ولد عريس مهندس اسطوري اسطوري محترم ادب اخلاق بيدور على بنت برج الثور لا والله سبحان الله سبحان الله وبنت ده بصي المفاجاه ده ربك والله العظيم ربنا سبحان الله برج الثور برج الثور قال لي برج الثور اه الثور سبحان الله ده مش كده بس انا هفاجئك قال لي عايز واحده
اسمها بيبدا بحرف السين زي ما يكون بيشاور عليكي. لا والله العظيم سبحانك يا رب سبحانك والله. يا نهار ابيض يا نهار والله العظيم جسمي بقى. بصي هو اللي بيتصل. لا والله والله العظيم. الو ولد يا حماده عندي ليك مفاجاه. مواصفات كلها اللي انت عايزها. الشعر البلوند العيون الدبلي الحاجه اللي يعني ما حدش يبص لها. ما شاء الله. انا عايز اوصل البيت عندي. ماشي يلا 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 سلام. والله العظيم يا سمر اقسم بالله ولا ليكي هلفان عليا وكاني اعرفك من 35 دقيقه. والله اكني اعرفك من 35 دقيقه. عمر زمن. انت عارفه رزقك فين؟ لا طبعا. طب بس بقى خلص الكلام. الكلام هنا انتهى. انا بتعمل كده ليه؟ جسمي مقشر. اشعر ليه يعني؟ جسمي اشعر من الروحانيات. سبحان الله. في حاجه عندك؟ لا. الولد مش طبيعي. الولد الولد عايز واحده بحرف السين، عايز واحده برج الثور، عايز واحده شعرها اسود. هتوصل اهو يا فندم هتوصلي. هو ايه اللي انت ولد حماده اركب يلا عم اسكن. ايه ده ايه لو سمحت انا عايزه اوصل البيت. هتوصلي. لا ايه العبيط دي؟ ليه كده عبيط ليه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولا اي حاجه ده العريس اهو. روسي انت مالك كلب. انت حب مين؟ انت حب مين وموت في مين؟ بابا انت هيلعب كوره امتى؟ بابا خبيث. لا انتوا عايزين قله الادب بقى. مش قله الادب. ممكن توقفوني اخد بعدي وامشي؟ لا حضرتك ده عريسك. تعالى بس. انا قلت لك يا توصلني يا تنزلني. لحظه واحده. مش عبطه وهباله. ولا عبطه ولا هباله. دي شقته. على فكره هقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا تدي ايه بس؟ ايه ده كده والله العظيم. عارفه مصلحتي. هقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا لا انت كده مش فاهمه مصلحتك فين. انت عبيط ولا ايه؟ انت عبيط. خدي شوفي بقى كل حاجه. خدي شوفي الفيلا. شوفي الفيلا. بقى اجلع انت عبيط يا ابني. دي شقه شقه فلوس شقه. نزلني نزلني بطل عبطه. بطل عبطه؟ لا بصي انت مش فاهمه مصلحتك. والله العظيم ثلاثه عندها رسمه. ايه الجيل الرسمي ده؟ فندم طب بصي حضرتك مفيش مليون لحظه واحده. ايه اصوت ولم عليكم امي تلاقي ليه الا الله. صوتي وريني ساعي رسوم 1000 جنيه عند الاسم ونزلني يا بابا. 1000 جنيه 1000 جنيه. انا اجيب العريس لحد هنا. رجلي واديك بيه اقسم بالله. ترمي نفسك. انا جايب لك عريس. جايب لك عريس. عريس مين الجنيه يا اسطى؟ انت مجانين ولا ايه؟ عريس متريق ولا كلب. انت حب عريس في الباب مفيش نزول. اقفل بابك. اقفل. خد هنا بس. عيب ما ينفعش. اقفل الباب. اقفل الباب. لحظه واحده بقى. انت دلوقتي عبيط ايه؟ انت عليكي 1000 جنيه. زيها ولا من زيها؟ لا زيها مش مشكله. اركب يا باشا. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا باشا عامل ايه اخبارك ايه؟ رايح فين؟ هايبر؟ هايبر ان شاء الله. صباح الفل. ماشي يا باشا. باشا انت خطفتني كده لا مؤاخذه على غفله بس انا عايز محصور عايز افك ميه بس ممكن افك ميه على جنب هنا؟ بس في السريع عشان انا والله مستعجل. ربع ساعه بس هفك ميه فيه. ربع ساعه ايه؟ افك ميه هنا بس لا مؤاخذه معلش يا اخويا. لا مؤاخذة يا باشا معلش. محصور يا باشا والله محصور. اديني بس اخويا الميه ده عشان خاطر افك ميه معلش. لا مؤاخذه صعبه انا ضايع في حته معلش. معلش اخويا بسرعه بس. مغزى يا باشا كنت هتأخر بس. لا ولا يهمك. ايه يا باشا؟ ايه يا باشا؟ انت في ايه يا اسطى؟ انت اللي كنت معايا يا اسطى ولا في ايه؟ ايه يا عم في مالك؟ انت شارك حاجة يا اسطى ولا ايه؟ انا شارك بس ما تودينيش في غيبوبة كده. ما غيبوبة ايه؟ لا يا عم مفيش. يعني مش هتوقع عن اللي كان معايا دلوقتي؟ لا يا عم اهدى بس اتك على الصبر. شكلك انت اللي شارب حاجة يا باشا. انا مش شارب يا باشا. نعرف كل حاجة فوق. طب مالك انت مش سامع لي؟ انت فكيت مية؟ اه فكيت مية وفكيت فلوس. فكيت ايه؟ فكيت فلوس. يا عم ربنا يديك ويدينا. ربنا يبارك لك يا باشا. انا شاكك فيك انت اللي كنت معايا ولا ايه؟ كنت معايا فين يا باشا؟ والله شاكك فيك. ما تهدى بقى وتتك على الصبر بقى. اه؟ ما تتك على الصبر بقى. اتكلم عادل يا اسطى. انا بتكلم عادل. انت هتشتغلني انت وهو؟ انا وهو؟ هتشتغلوني؟ انا ومين يا ابني انت؟ عربيه مسروقه. سريرين التاكسي. حوروا لنا. مش بقول لك مش انت اللي كنت معايا انت العرب ما مش انت اللي انا موقفه صح؟ فين انت مين انت؟ اه بلا انت مين بلا بتاع ركز في نفسك بقى تعرف تعبان يا ابني انت ولا في ايه؟ تعبان هفرجك التعب انا ماشي. اقف يا اسطى نزلني يا اسطى مش عايز اركب معاك. اقف يا اسطى جدع ما تمدش بقول لك مش عايز اركب معاك انا اهدى عشان هفرجك على وشك. تفرج مين يا عم؟ بص نفسك والله هفرجك على وشك. اهدى طب انا عليك تايه ولا هشارب حاجه ولا في ايه مالك؟ ايوه هتعرف دلوقتي بقى. يا
يا اسطى بالراحه على نفسك يا اسطى. انا في يا اسطى انت كده العمليه مش مظبوطه معاك. والتك على الصاف انت عامه مش شغالني عامه في حاجه. انت صاحبك اللي كان معاك مش انت اللي كنت معايا والله. اكسرك تكسر ايه؟ اكسرك العربيه فين سرقنا يا صاحبي؟ مين يوم الحرام من ديني فيش تتكلم كده هنا عشان انت بتلففنا. انت معايا انت مش رايح طريق هايبر. انا بقول لك انا كنت رايح هايبر. بقول لك ايه ده مش طريقنا يا اسطى. جاي معايا لحد الجبل يا باشا. انت تنرفدنا ليه يا اسطى؟ خلينا يا اسطى احنا كنا رايحين شغلنا انت فيها. انت هتضايقنا ليه على الصبح؟ عشان ما تعملوش نمر تاني انت والقرموطي. قرموطك مين وقرموطي مين؟ انت فين؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ما تخلينيش اتعامل معاك معامله ثانيه. انا بتكلم دلوقتي ببقي والله. هتتعامل معامله ثانيه خالص. جنبك عشان يا عم ايدي مين؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ توحاشك. الله ينعل ده ابو يوم. ينعل ده ابو يوم. وينعل ابو ده يوم كمان. ايوه يا عم. ايه مش عاجبك ولا ايه؟ مش عاجبني. ما تخلنيش اقول لك كلمه وسخه ملهاش اي لازمه. ولا تعرف. الله انت بينك وبيني حاجه يا ابني انت. انا يا عم انت ايه يا عم؟ الله الحرام من ديني انت. في ايه يا اسطى؟ ايوه انا عايزك تقف الوقفه دي. ايه يا عم الحاج انت مالك؟ عشان هو جه بقى. ايه يا عم انت ماسك في مكانك؟ اهو نزل اهو سارقين التاكسي. سارقين التاكسي. انتوا سارقين التاكسي انت وهو سارقين التاكسي بزل. فيها ولا لا؟ لا اتفضل فيها طبعا. خلاص جاي جاي. يلا ماشي سلام. ماشي ماشي يلا سلام. نورتني يا فندم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما شاء الله عليه. رايح عند التميمي فيصل؟ لا اله الا الله. حي شغال هناك؟ ايوه محمد. ويلي زوار اللي انت كنت بتكلمه في التليفون ده دلوقتي يا ابني بلاش تروح له لان ده نصاب وبيضحك عليك. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم انت؟ يا عم مفيش حاجه ما تستغربش. بس يا عم اللي بتقوله ده اسمع كلامي. مع الشيخ الحالك طريقك كله مسالك. شيخ مين؟ الشيخ الحالك طريقك كله مسالك. النور نور البصيره يا ابني. النور نور البصيره وبصيرتي شافت اللي انت ما تشوفوش. وعالي ايقن اللي انت ما تايقنوش. خليك في سكتك احسن. وقلبي قلب اللي انت ما تقلبوش. وعيني شافت اللي انت ما تشوفوش. الله اكبر. حي خليك في سكتك يا اسطى. مدد مدد يا رب مدد من غير عدد. لا اله الا الله لا اله الا الله. اسمع كلامي اسمع كلامي. وسيبك من بيت الكوافيره اللي فاتحه جنبك. البيت دي بتلعب بيك. البيت دي عايزك تديها فلوس. مش عايزه منك حاجه ولا في حاجه اسمها حب ولا في حاجه اسمها عشق. يا عم انت بتجيب الكلام ده منين يا عشق؟ عشق الروح. اسمع كلامي. اسم الكريم محمود. البصيره لما بتشوف القلب بينسى الزغروف. اسمع اسمع وابعد عن اكل لحم الخروف. لحم الخروف يجيب له ظروف. لحم القيوم. الله اكبر. الله اكبر. مدد 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 يا اسطى. ركز يا اسطى. امشي عدل يا اسطى وركز يا اسطى. انت ايه عليك مالك؟ عليك مارد. عليك مارد من الجن. مفيش الكلام ده. عليك مارد من الجن. اسمع كلام شيخك يا ولدي. مفيش الكلام ده. عليك مارد من الجن اسمه لولو. عليك مارد من الجن اسمه لولو. ما تخافش منه. لا 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 لا. عليك مارد يا اسطى. مفيش الكلام ده يا اسطى. بس خليك في طريقك بس وركز. انت عندك مشكله. عندك مشكله ماديه بتمر بيها؟ انت جبت الكلام ده منين؟ عندك مشكله ماديه بتمر بيها رد عليا. يعني وعندك مشكله ثانيه صح؟ شيخ الحالك دي يبقى كده ان شاء الله. يا اسطى انت بتجيب الكلام ده منين يا اسطى؟ انا بشوف اللي انت ما بتشوفوش، باكل اللي انت ما تاكلوش، بشرب اللي انت ما تشربوش، بنام النوم اللي انت ما تنامهوش. ربنا يتقطع. لا اله الا الله. 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 بدا يشتغل. لا اله الا الله. بدا يشتغل. بدا يشتغل المرد عليك. يا اسطى شوف يا اسطى. عارفك انت جاي لي. انت جاي لي انا عارفك وشايفك. مربوط بقالك 20 سنه. انت داخل عليا في التاكسي. يا اسطى الله يا اسطى بتتكلم. سلام الله يا اسطى. اهو الشغل حالك يا اسطى. ليه يا عم؟ شيخنا الجليل. جليل مين يا عم؟ جليل مين يا عم؟ شيخنا الجليل. الله اكبر. انزل يا عم. الله اكبر. انت فين يا عم؟ انزل. انت فين يا عم؟ انا راكب معاك يا عم. مالك انت؟ انا راكب معاك. الله اكبر. انت فين يا اسطى؟ انا راكب معاك. انا الله يا عم ايه ده؟ انا راكب معاك. ايه ده شويه واسمع قصته يا عم. انا راكب معاك. عندك قصه شبه قصته. اسمع مني يا عم. قصه مين يا عم؟ انت مربوط بقالك 20 سنه. ارجع ورا بعد اذنك يا عم. ارجع ورا بعد اذنك. دورت عليا في كل حته من النيل للفرات. حصل يا شيخنا. خدت رحله طويله. الرحله دي بدايتها كانت في بلاد السنغال. حصل. مريت بكينيا الاستوائيه. حصل.
وفي كينيا الاستوائيه يا عم انت بتقول ايه يا عم بس يا عم انت يا عم انت كان اسمها خديجة حصل يا شيخنا يا عم اطلع يا عم خلينا نوصل يا عم خلينا نمشي يا عم من هنا يا عم قلت لك المغرب قلت لها ما بروحش المغرب حصل حصل بص لي كويس مربوط بلاش انت لا اله الا الله بص لي كويس بص كويس ايه يا عم انت عملت ايه فيه يا عم ما تتكلمش انت عملت فيه ايه اصحى يا عم انت فوق يا عم انت في ايه فك 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 يا ولادي ارجع طبيعي ارجع ارجع الرابطه اتفك فك ايه يا عم انت فك يا عم بص فك يا عم اكبر اوعدك يا عم يا مجانين تدي كان اه يا عم يا شيخ شيخنا مين يا عم اوعي يا عم انت اوعي يا عم ولا تسب يا عم اسكت يا عم يا عم انت مالك يا شيخنا اوعي يا ابن المجنون نزلني يا عم افتح لي ام افتح لي يا عم اوعي يا عم اوعي ده انا دغدغالك ده انا اخطفك بيها والله اخطفك بيها دي يلا يا عم اوعي يا عم هلك مين يا ابن المجنون اوعي يا عم انت هلك مين يا عم هلك مين يا عم اطلع يا لولو يا عم اقعد يا عم انت اوعي من هنا يا عم انت اطلع يا لولو لولو هيطلع هطلع لولو من يا جدع انت اخطفك بالتاكسي بتاعك ده انت مجنون ولا ابن المجنون انت يا عم نزلني من ام المخطوبه دي اخطفك بيها والله يا عم اه والله انا اخطفك بيها يا ابن المجنونه اه يا ابن المجنونه اخطفك بيها اه ايه ده جنبك يالا انت مين يالا انزل لي انزل الحلقه حبيبي اه يا عم كسون طيبين انت طيب نورتنا.